سليمان سليمان من قرية كيسين بريف حمص الشمالي نازح إلى قرية برتقعي منطقة الحودي. هنيك سكننا استأجرنا دار واستكننا فيه، وأنا عندي عيلي مؤلفين من شخص واحد. وهنيك بسبب القصف تصوبت برجلي، وتصوبت برجلي ابني اسعفني على المشفى لهنيك. هنيك بالمشفى قالوا له ابوك بده بتر رجله من تحت، فوافقت شاورني ابني انه اجرك بده بتر من تحت. شو يا بابا؟ قلت له خليه بتروه بتروا لي اياها من تحت. وخرجوني على البيت. بعد ما خرجوني على البيت انا معي مرض سكري، حركي ما في، شغلي ما في، الولد وحيد مالي غيره. كل نهار بده يطالعني بده يفوتني بده يتم قبيله قايد. فصارت اجري كمان تسود، فاسعفني كمان على المشفى لهنيك وادويه هنيك قليله. قام الدكتور قال لي لابني ابوك بده بتر اجره كمان لفوق. صار غرغرينا فيها من فوق بده بتر، بتروا لي اياها كمان. وجيت وبقله الحركه بالبيت وقله الشغل، كنت اول اطلع وفوت حركي في ماشي حالي، من قله الحركي وقله الشغل وقله كذا اخيو ما عاد اقدر. صارت اجري الثانيه تنمل علي وصارت تسود كمان اسعفني. شاف الدكتور قد ابوك بده كمان اجره بتر، فبتر لي اياها كمان الثانيه. هو نص بتر لي اياها فقدت الوعي، انا ما عاد احس بحالي خالص. تميت اربع خمس ايام فاقد الوعي ما بعرف. يحطوا لي الدم، الدم ما ياخذ جسمي، يحطوا لي السيرون ما عاد ياخذ جسمي، الادويه خالص. قالوا خذ ابوك على البيت وقول والله، لانه جسمه ما عاد يتقبل الادويه. فخرج ابني وجع البيت على اساس انه ميت. ها نهارين ثلاثه صحيت بالبيت شوي ماشي حالها. ها بالبيت عجزت ايدي صارت تسود، اصابع ايدي صاروا يسودوا. فكمان اسعفني لهنيك، قالوا كمان ايده بدها بتر، لانه ايده السكر كمان تاثر علي. قال لي شو بابا ايدك كمان بدنا؟ قلت له الي الله خليها ترى. وانا عندي عيلي، عندي ولد معاق مريض، وما عندي غير ولد وحيد. شو بده يشيل ابنه؟ شو بده يشيلني؟ شو بده يشيل عيلي؟ شو بده يشتغل يقدم لنا؟ نحن وضعنا المادي تعيس جدا، يعني ما عندنا شيء، يعني نبيعه وناكل نشرب نجيب ادويه، ما في عندنا شيء. فالولد صار يتعذب بابوه بلا مرض والسكري، ومرض ابنه ياخذوا ومال ما في يجيب الادويه، الادويه كانت مصاري لانه كنا بحصار نحن نتملق الدواء. يا يروح على تلبيسي يا يروح على الزعفراني يأمن لي شويه دواء، وصرنا نتعذب. وعلى الحاله هي على شو بدي طعمي ابوه؟ وشو بدي داوي ابوه؟ وابوه على الحاله هي اربع سنين ملقوح بالفرشي، بدي مين يجلسني؟ مين يطلعني على الحمام؟ ما في حدا، ما في حدا لا يطالعنا لا يفوتني. كان ابني هون كان ما كان بدنا نصيح للجوارين يساعدونا يطلعوني، كرسي حمام ما عندي لانه بده يطلعوني شيء يحطوني على خفاني او على حجره جرحتني، جرحتني من تحت. ووضعي هذا هو مؤثر وتعبان وتعيس، مو بس مؤثر تعيس، وضعنا تعيس بالبيت كان. والدار ب 3500 ليره بالشهر، وما معي اعطي اجار، يروح يشتكي علي صاحب الدار، يجي المخفر علي يقول لي صاحب الدار اشتكى عليك. ليش اشتكى علي صاحب الدار؟ يقول لي بده اجار البيت. من وين بدي اجيب له اجار البيت؟ انا بدي اكل. صرنا نتداين من هذا ومن هذا ومن هذا، نأمنا له شوي، قلنا له استنانا بهدوء عاد لحتى يصير معنا. وصرنا نتعذب، تمينا نتعذب اربع سنين ليوم اللي جينا لهون. ليش صعبي؟ أول شغلة ماديات ما في، دواء ما عندي، أدوية، مين يشيلني ما في، ابني إذا بده يروح يشتغل ويجيب شغلي بدي استنى لحتى يجي، أو حدا مارغ من قدام هالخيمة يصح له تاع سعد الحرمي، الحرمي معه دسك ومعه فاجرة زايدة، حرمي فيها شيء الزلمة واقع بالأرض،
ما في تشيله، بس سهل جوارينا، لا حد يمارق لا حد كذا، تعشيله في راس معاي بدنا ناخذه على الحمام، بيجي الزلمه كتر الف خيره يساعدونا بيشيلونا، وشايف خيمي والهواء عم يلوح والغبره، ما في خدمات يعني، لا خبز لا اكل لا شرب لا شيء. وانا عاملي ما معي، جيت بلا عاملي من هنيك، جيت ب 6000 من البرد لهون، جيت معي 6000، 6000 شو بدي قدونها خبز؟ ما بيقدونها خبز، وما عندي ولد معاق، بدهم اكل بدهم حليب، ما في لا حليب لا عندهم شيء، بدهم دواء بدهم حليب وما في، وابني هذا وحيد ما عندي غيره لا بنت ولا شب، وعم يتعذب فينا. يا بوتع جلسني بيجي بده يجلسني، يا بوتع بده يسقيني بيجي بده يسقيني، يا بو بده كذا بده يتعذب فيا، لا ما في يتركني، اذا بده يغيب بغيب، يا بو بيقول لي انا 10 دقائق شو بدي اروح ولا لا؟ سمحت له راح ما سمحت له، بقول يا بو انا ابوك متضايق لا تروح لا تغيب لا تبعد عني. هذا واقع، وهذا المعاناة تعاني، وهذا العذاب لازم نتعذبه يعني، هذا واقعنا، وهذا العذاب لازم نتعذبه بهالتهجير. هجرونا بس ما شالونا، نحن قلنا بيهجرونا بيشيلونا بيساعدونا، عم تجي على معلية بس ما في مساعدة، ما في سلاح، لا ما في مساعد، ما في، هلا عم نفكر مني بدنا ناكل مني بدنا نشرب. طيب شو الاحتياجات الخاصة فيك كمرضك انت، شو ناقصك؟ ناقصي من اجهزة انا ناقصني كرسي، ناقصني الضوء، ما عندي، مريض سكري وكل الليل ما في نام من الاوجاع وما في الضوء عنده بالخيمة، ناقصني انسولين دواء عشان السكري ما يرتفع معي، ناقصني اكل وشرب، ناقصني كل شيء، كثير شغلات ناقصني، ما متوفر لي خالص خالص، كثير شغلات ناقصه، لانه انا كثير في شغلات، ابغى ضو ولا ضو انا فيني ضو بالليل، وانا مريض وتعبان وشايف يعني. انا همي الوحيد انه صاحب الامانه ياخذ امانته ويموت، معلش الموت حق علينا رب العالمين، وقت بيكون خلص لاجل الموت حق على بني ادم، بس شو ذنبه ابني قاعد من قبيله مرهون، لا بيطلع يقدر يشم هوا، لا بيطلع يروح يشتغل يقدم، عنده عيني عنده عجام بده يعيشوا بده ياكلوا، متاثر بابوه قاعد من قبيله ابوه ما بيقدر، متاثر بالاب، وانا يعني حالتي هي على حالي هي بالفرسي، وابني متاثر فيي وقاعد كنهر مقابيلي، انا اللي بحبه من 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 رب العالمين، الموت حق، موت ارتاح، بريح ابني بريح العيني، انا العيني كلها كلام من البوكا فيه، انا مرتي من البوكا فيه من الصبح، هي لكن ما بتعرف ما من متى تعمل لي اياها، هلا حلو تجي بتطبخ لي رز او بدها تطبخ لي برغل، بتعرف انه هذا الرز والبرغل او البطاطا بدها تصير عليه بدها تنيمني مريض، فالحلمه من الصبح بكير تجي لهون علي بتجيب لي مي بدي اغسل بدي كذا بدي كذا بدي كذا بدي على الحمام تفيق لي راسي، بيجوا بيطالعوني بيجيبوني لهون، فالحلمه عاد بصير تفكر شو بدي اكل، بتجي بتسالني شو بدك تاكل؟ بدي خضره، مني حق الخضره؟